جناح حزب عبد الله PKK في كردستان سوريا الجزء الثاني. في الجزء الأول تحدثنا عن بقاء أوجلا في سوريا طيلة 19 عاما، وبعد التهديدات التركية لسوريا اضطر حافظ الأسد لطرد أوجلا من سوريا. ورغم أن أوجلا أمضى طيلة 19 عاما في كردستان سوريا، إلا أنه أنكر وجود هذا الجزء الغربي من كردستان، وعد الشعب الكردي كأقلية قومية في سوريا، وأنهم فروا لتلك المناطق هربا من استبداد وبطش العثمانيين وهربا من الحروب والصراعات. لهذا سننشرنا بعض صفحات من الحوار الذي أجراه الكاتب نبيل الملحم مع عبد الله أوجلان، والذي نشره في كتاب الموسوم 7 أيام مع آفو، لئلا نتهم بالكذب والبهتان على عبد الله. يقول أوجلان في الصفحة 167-68: بالنسبة لسوريا فإن غالبية الشعب الكردي في سوريا قد نزح من كردستان الشمالية. البعض يروج لمقولة كردستان سوريا، إلا أننا لا نعتقد أن هناك معضلة حقيقية في هذا الموضوع. إن هذا طرح ليس موضوعيا وهو ليس مفهوم دقيق. التسمية الأصح هو أن نقول عنهم الأكراد السوريون، فهؤلاء قد فروا من ظلم واستبداد العثمانيين والجمهورية التركية نتيجة مشاركتهم في الانتفاضات التي اندلعت في كردستان وبعد سحق الثورات فيها. ويتابع عبد الله حديثه فيقول في صفحة 168: فإذا نظرت إلى تاريخهم الممتد إلى 150 عاما خلت، سترى بأنهم انتفضوا ضد العثمانيين والجمهورية التركية وأتوا إلى هذه الساحة بعد فشل انتفاضاتهم، وهناك قسم منهم هرب نتيجة ظروفهم الاجتماعية ومسائل الثأر. لقد لجأ قسم منهم إلى المناطق الجبلية في عفرين والتي سميت بجبل الأكراد. لقد قمت ببعض الأبحاث واكتشفت بأن غالبيتهم ينحدرون من كردستان الشمالية، منهم من جاء منذ 100 عام ومنهم من جاء منذ 200 عام، والمهم أنهم أقلية. لقد أتى الأرمن والشركس أيضا، وحتى عرب اللاذقية أتوا من أنطاكيا، فجميع هؤلاء فروا من ظلم العثمانيين والكماليين الأتراك. هؤلاء جميعا يعتبرون أقليات ضمن سوريا، ولا نستطيع أن نقول بأن تنظيمات هؤلاء وحركاتهم السياسية تعمل للانفصال عن سوريا أو تقسيمها. على العكس من ذلك، لقد استقر هؤلاء في سوريا وبقاؤهم فيها له معان كبيرة، ولا أريد التطرق هنا لبعض الأحزاب والقوى الأخرى. أما بالنسبة للأكراد فإنني أستطيع التأكيد أنهم أتوا من شمال كردستان، وفي بداية مجيئي إلى ساحة الشرق الأوسط قلت يجب وقف هذه الحملة باتجاه الجنوب والتحضير لحملة الشمال، فهو ينكر كردستان سوريا ويحاول القضاء عليها. يتابع الكاتب طرح أسئلته: ماذا تعني بحملة الجنوب؟ أجاب عبد الله فقال: لقد قلت لتتوقف الهجرة نحو الجنوب وتبدأ الهجرة نحو الشمال. لقد بدأنا بحملة وبنضال شاق وطويل في هذا الاتجاه، ووجهنا الأكراد السوريين إلى الجبال باتجاه الشمال من حيث أتوا، وأعتقد بأن سوريا راضية عن هذا وأن الأكراد راضون أيضا. فأوجلان يزعم خلال حواره مع ملحم أنه قام بأبحاث جدية ووصل لحقيقة أنه لا وجود لكردستان في سوريا. والآن لنرد على أوجلان ورفاق الحاسدين الحاقدين: كيف أن كردستان سوريا والتي سماها بشمال شرق سوريا هي أرض الكرد وموطنهم منطقة الحسكة، وقبل رسم الحدود بين تركيا وسوريا كانت تابعة لآمد، وآمد ليست مدينة سورية يعيش فيها أكثر من 1,000,000 كردي عدا القوميات والمكونات الأخرى كالعربي والسريان والكلدان والأرمن. فلو لم يكن كرد كردستان سوريا أصحاب الأرض كما يدعي أوجلان ويزعم أنهم هربوا من تركيا لسوريا، فلماذا قام العرب الباحثين بتعريب مدينة دير وتغيير اسمها للمالكية؟ ألم يكن من أجل القضاء على اللغة الكردية وتغييرها؟ كما قام العرب الباحثين رفاق أوجلان بتسمية تشل آغا باسم الجوادية، وغيروا اسم جريكوتشالا لليعربية، كما غيروا اسم 150 قرية تابعة لمنطقة تركيا لأسماء عربية بعيدة عن قواميس جغرافيتها وتراثها الكردي الأصيل. فلو لم تكن تلك المدن والقرى موطنا للكرد، فليبرر أوجلا للشعب الكردي سبب قيام رفاق العرب الفاشين بتغيير أسمائها لأسماء عربية جديدة. بلدة تربسبية تم تعريبها مرتين، في الأولى ترجم اسمها للعربية وتغير لي القبر الأبيض، إلا أن ذلك لم يثلج صدور الأعداء المحتلين، فاتفقوا فيما بينهم على اسم القحطانية نسبة لأسماء أجدادهم القحطانيين. مدينة قمشل الحديثة بناها الفرنسيون، وتم توطين أبنائها الكرد الأصليين فيها، وسميت أحياؤها ودورها بأسمائها القديمة كام قدورباك أي قدربك، وغالبية أهالي قمشل من الكرد. عموده تبعد 8 كيلومترات غربية أوركيش تلموزان عاصمة الحوريين الغابرة، والحوريون هم أيضا كرد غير أن الحاقدين لا يذكرون ذلك.
فمدينة عمود والتي يعود تاريخها لمئات السنين وإحدى المواقع الأثرية للمدينة تلها المعروف بتل شارمولا والذي لا يمت بصلة إلى العربية لا من قريب ولا من بعيد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلة عمود ألحقت بحدود دولة تركيا وفق معاهدة لترسيم الحدود بين فرنسا وتركيا، وتم استخدام الطريق الذي يربط عمود بميردين نتيجة إزالة الحدود. يذكر أن هذا الطريق يعرف لغاية اليوم بطريق المدينة بين أهالي عمود، كما أن هناك العديد من الطرق منها ريا داري أي طريق داري، والذي كان يربط عمود بقرية داري وهو طريق أثري قديم ويتواجد الآن في حدود تركيا نتيجة تقسيم وطننا. والجدير بالذكر لم تكن هناك أي طرق تربط عمود بدمشق، فيا ترى كيف حول عبد الله والبعثيين العرب هذه المدن لمدن عربية؟ دربيسية انقسمت إلى شطرين بين تركيا وسوريا، وجدير بالذكر أن أهالي المنطقة لا زالوا يتداولون حتى اليوم تسمية دربيسية سرخطي للقسم التركي من المدينة ودربيسية بن خطي للقسم السوري منها. والخط المقصود به خط البطار، وهي موطن عشيرة كيكي المعروفة بين عشائر الكرد سيركانيا والتي سماها العرب رأس العين. وكذلك هناك منطقة الحلف المعروفة والتي تشير الآثار القديمة في مناطق الكردي إلى وجود عاصمة الميتانيين هناك. أيا ترى ماذا يعرف عبد الله والعرب حول تاريخ الميتانيين آباء الكرد وأجداده؟ يقول بأن الكرد إنما تواجدوا في هذه المنطقة قبل كمية سنة. كوباني التي أخذت تسميتها من شركة السكك الحديدية الألمانية والتي أنشأت سكك القطار عام 1913 أي قبل الإعلان عن الدولة السورية. فدولة سوريا أعلنت استقلالها لأول مرة عام 1920، وسؤالنا هو كيف هاجر الكرد لكوباني وسوريا قبل تأسيس الدولة السورية؟ إلا أن العرب ضمن حملات التعريب وعمليات التغيير الديموغرافي قاموا بتعريب مناطق الكرد، كما غيروا اسم كوباني لعين العرب. اسم عفرين يطلق على عموم منطقة عفرين، كانت تابعة لولاية كليس إداريا في السابق مركز العدالة، والتي ظلت منقسمة في ظل الدولة التركية في إطار معاهدة فرنسية تركية. تم تسمية منطقة جديدة باسم كردباخ أي جبل الكرد حسب القرار 33 في أيلول عام 1922، وذلك في عهد الانتداب الفرنسي. لنعود الآن إلى العام 30 عندما أرسل الكرد رسالة للمفوضية العليا الفرنسية لإقامة منطقة كردية خاصة بهم على غرار المناطق الأخرى السورية. تم تسجيل الطلب في 15 نيسان عام 30 في مكتب المفوضية العليا الفرنسية بعدد 6501، وهذا دليل على وجود كردستان سوريا. بناء على ذلك نتساءل أجلا وحزبا، هل يعقل أن يطالب الكرد بإقليم خاص بهم على غرار باقي المناطق السورية دون أن يكون لهم أرض أو وجود تاريخي هناك؟